الله وبركاته. 100% إن شاء الله تكونوا جايين من الحلقة اللي قبلها، ولا ما راح شاف الحلقة يروح يشوفها. معكم فاطمة الجعوي، وراح أكمل لكم في هذه الحلقة الأسباب الصحية اللي خلتني أطول وما أنزل وزني بسرعة. بما أنه إحنا لسه في مرحلة العمل، خلوني أقول لكم أنه واحدة من أهم الأسباب الرئيسية اللي أنا خلتني أدخل تخصص تغذية، أنه أنا عندي مشاكل في القولون. ناس يقولوا وراثي، مدري إيش، مدري بلا 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 من ذا الكلام، بس أنا اللي كنت متأكدة منه أنه أنا الحالة الشاذة الوحيدة في المجموعة. يعني لو في مجموعة ناس قاعدين يأكلوا ينبسطوا مستمتعين بالأكل، أنا كنت الوحيدة اللي صار لي مشاكل، تقلبات، انتفاخ، غازات، الله يكرمكم، إسهال وإمساك متكرر. ما كان في سبب واضح غير إنه قولون عصبي، يعني رحت أمريكا سويت كولونوسكوبي أو منظار اللي هو ياخدوا خزعة من الأمعاء مرتين، وعند دكاترة شهاداتهم مرة عالية ومراكز مرة مرموقة. للأسف النتيجة عندي كانت دائما تطلع بالسالب، يعني صحيا أنا ما فيني شيء، سليمة معافاة. أنا استمرت حالتي يعني، والسوء مرة اشتد، يعني لدرجة والله ما بالغ، أتذكر أيام كنت حرفيا الله يكرمكم أنام جنب الحمام، إنه أنا مرة أحتاج حمام ضروري يعني في الليل، تخيلوا جدا الوضع كان سيء. ما استسلمت، كنت أروح دكاترة فكانوا يقولوا لي أنت معك يا IBS يا كرون ديزيز. واللي يعرف هذه الأمراض ترى على فكرة إلى الآن ما لقوا لها سبب، مجهولة. فكانوا يقولوا لي سوي مديتيشن، سوي يوغا، استرخي، ريلاكس، حشيش. لا لا أمزح. المهم والله ما فات. وصلت لمرحلة انه انا بيني وبين الاكل علاقة سلبية، انه انت اذا اكلتك انت هتسبب لي مشكلة. رحت لدكاترة حساسية وسووا لي اختبارات حساسية، سواء بريكس اللي في الجلد وسواء سحبوا لي دمي. طلعت جدا عندي النتائج من انه انا ما عندي حاجة. على الرغم من كده قررت اني ابدأ كورس حساسية. الكورس هذا والله اتذكر كان يكلفني $300 في الشهر وغير مغطى من قبل التأمين، بس انا جازفت يعني يا ناس ابغى الاقي حل لمشكلتي. استمريت كم شهر ما في فايدة، الالم كان لسه مستمر موجود، او الاعراض مع بعض هذه. فصاير عندي التغير في الدايت اكتر مركز على انه انا ابى اعالج القولون، عشان كده رحت فيجن، رحت رو، رحت فيجيتيريان، اكتر من انه انا ابغى انزل وزني. فما عاد صار عندي اهتمام كبير انه انا ابغى انزل وزني، لا ابغى اعالج نفسي. فاقرا واقرا واقرا، مره طاحت عيني على، وكمان درست يعني اتوقع اتذكر واحده من الكلاسات كانت عن البريبايوتيك والبروبايوتيك اللي هو ايش يسموها، صح، الخمارة الطبيعية. فما أعرف ليش كده رجع فيني الزمن لورا، أيام ما كنت 5 سنين لين تقريبا 15 سنة. أتذكرت إنه أنا كنت طفلة دائما تمرض، دائما تروح الدكتور، دائما عند الطبيب العام. يعني مرت فترة إني أنا كل شهر أروح، لدرجة إذا ما رحت شهر الدكتور يتصل على أهلي يقول ها فينها ما جبتوها الشهر هذا، والله سيريسلي. فإنه كان عندي دائما سخونة، نزلات برد، نزلة معوية، بلا بلا بلا، لين ما شلت اللوز. ماني قادرة أربط أقول لكم يعني، مو بالأكيد، بس إنه لما كبرت إنه الحمد لله خفت. بس المشكلة كانت إنه أنا كنت دائما أتعالج بالمضادات الحيوية، فيعني I kind of linked إنه هذا واحد من الأسباب اللي يخلي عندي imbalance، bacterial imbalance في الأمعاء عندي. لكن لما جيت قررت إنه أنا يلا أبغى أخذ لي كورس وأحاول أخذ البري والبرو بس بالشكل الصحيح،
يمكن أنا ما توفقت إنه يكون بالشكل الصحيح، لكن محاولتي في إني أخذ كورسات بري وبايو بيوتيك كانت فاشلة، واستمر الألم واستمرت المعاناة. فيا حبايبي، بعد كورس البري بيوتيك والبرو بيوتيك اللي أخذته ما استفدت. أنا كايند إنه يعني كنت أحاول أقنع نفسي إنه ممكن أنا يكون كده قدري، إنه أنا أعيش مع الآلام هذه، فخلاص مشي حالي. يعني إيش تبي تسوي؟ أنا جربت يعني أكثر من طريقة وطريقة وما نفعت معايا، وبالفعل والله رجعت مرة تانية سويت دايت والتزمت فيه، لكن برضو يا ناس ما كنت أحس براحة، ما كنت أحس إنه أنا إنسانة طبيعية، وما كنت أحس إنه الإنسان الطبيعي لازم يعيش مع ألم زي كده. فإنه I was like خليني أكون يعني open، إنه أنا أستقبل أشياء جديدة، أستقبل معلومات، يمكن الطب يتطور، حاجة زي كده. فسبحان الله يوم من الأيام واحدة من صحباتي قول لها هاي، هي عارفة مين، أرسلت لي بروفايل واحدة اسمها بيثني، هحط لكم بروفايلها، ضروري ضروري تروحوا تقولوا لها فاطمة says hi و says thank you. بيثني هذه إنسانة مرت بتجربة near death experience، يعني كانت الدكاترة قالوا لها انت مالك، يعني ما رح يكون لك اشهر كثير تموتي. على فكرة جات على The Doctors، حط لكم مرة رابط تحت تروحوا تشوفوا حلقاتها وتروحوا تشوفوا بروفايلها، اكيد لازم ضروري. فالآدمية هذه سبحان الله ربي ارسل لها دكتور في العلاج الطبيعي اتوقع، وهي بدأت تثقف نفسها بنفسها وعالجت نفسها من خلال الأكل. هذا الكلام في 2018 تقريبا لما أنا اكتشفتها، وصراحة أقول لكم من بعدها أنا يعني قلت أجرب، ماني خسرانة حاجة. فصرت أتابعها. هي إيش فكرتها؟ فكرتها إنها تأكل أكل نظيف خالي من المواد الحافظة، خالي من الإضافات، خالي من الملونات، من المنكهات، طبيعي قد ما يكون، قد ما يكون الانجريدينتس أقل كل ما كان أحسن. فلما أنا اكتشفتها صراحة كأنه فتحت لي مغارة علي بابا والله من جد، يعني وكل مين أنصحوا فيها، تعلمت منها مرة كثير. إن شاء الله بإذن الله إذا تبوني أنزل يعني أشياء أو مقتطفات من الأشياء اللي هي تنزلها اكتبوا لي تحت في الكومنتات، لانه صراحة انا مرة اصلا متحمس اني نفسي يوم من الايام اقابلها اسوي معها حاجة، يعني لبنات الوطن العربي اكيد. فالحمد لله انا اشوف نفسي يعني مرة استفدت من نهجها ومبسوطة، وانا I'm back again زي ما قلت قبل كده، انا دحين بسوي كيتو بس برضو على طريقة بيثني. هي ما هي كيتو، هي ما هي حاجة، بس هي انه الحمد لله قاعدة تحسن في صحتها وتنشر الوعي للناس الثانيين. والحمد لله. Congratulations. وانتهت حكايتي مع آلام القولون والخرابيط. فلما أقول لكم حاجة الحين، لما أنا أحس بألم أعرف إنه 100% إنه أنا سويت حاجة غلط، أو إني لما نجي أكل حاجة غلط أعرف إنه 100% إنه أنا راح أتعور يعني. فصايرة منتبهة لدي النقطة، فصايرة أعرف ليش أنا شفت، أعرف السبب ليش أنا بطني دحين توجعني. فبس الحمد لله أنا مرة مبسوطة دحين وكل حاجة تمام التمام، ما فيش قولون، ما فيش حاجات وأشياء عصبية وآي بي إس ومن ذا الخرابيط، قدرنا نحل اللغز. إلى هنا أكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة. إذا عجبتكم الحلقة لا تنسوا تسووا لايك وتشاركوا الحلقة مع ناس يهمكم أمرهم، وشير إذا تحب الخير للغير، وسووا سبسكرايب واضغطوا زر الجرس. تشوفوني إن شاء الله في الحلقات الجاية. Love you so much. Bye.